السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. سنة 1918 تنتهي الحرب العالمية الأولى وتنتهي معها سلسلة من المعارك اللي حصلت في كل شبر في أوروبا. وحطي لي مليون خط تحت كلمة أوروبا، لأن كل المعارك والخراب والدمار اللي حصل أثناء الحرب حصل في أوروبا بس، مع العلم إن كان في دول متحاربة تانية برا أوروبا. وكلامي هنا عن أمريكا. لو بصينا على خريطة العالم هنلاحظ إن أمريكا على الجانب الآخر من كوكب الأرض، بعيدة تماماً عن أوروبا وكل العك اللي كان بيحصل فيها أثناء الحرب. فالوقت اللي كانت مصانع أوروبا فيه تحت القصف كانت المصانع الامريكية زي الفل وما فيهاش اي خربوش. فيجي بقى حلفاء امريكا يترجوها، بالله عليك يا امريكا اصنعي لنا، مصانع الاسلحة كلها اتدمرت واحنا لا عارفين نصنع سلاح ولا عارفين نحارب. فامريكا تقول لهم بس كده من عينيا، ولكن ما فيش حاجة ببلاش. وكل ما الحرب تشتد كل ما مصانع اوروبية تتدمر اكتر واكتر، والاراضي الزراعية تحولت لساحات للمعارك. فاوروبا لا بقت تصنع اسلحة ولا غير اسلحة ولا حتى بتزرع. الله، ما اوروبا بتعمل ايه؟ الدولة المتحاربة الوحيدة اللي قادرة تعمل كل ده هي امريكا. فانت انا تسألي تقولي يعني ليه امريكا مش بتتقصف؟ هو مش كان في طيارات في الحرب العالمية الاولى؟ حصل، كان في طيارات فعلا في الحرب العالمية الاولى، ولكنها كانت طيارات بدائية جدا. الطيارات العسكرية ساعتها كان يا دوب ممكن تطير 50 كيلو، عايزها تطير مسافة 4000 كيلو ما بين اوروبا وامريكا. ومن هنا امريكا تحولت لمصنع كبير بيصنع ويزرع ويبيع كل حاجة لاوروبا. وفضل الحال ده مستمر حتى بعد نهاية الحرب، لان اي نعم بعد الحرب كان في دول منتصرة، ولكن الحرب دي المنتصر والغير منتصر اتدمر فيها. امريكا في الفترة ما بعد الحرب من سنة 1921 لحد سنة 1928 شهدت نهضة اقتصادية مهولة، مصانع في كل حتة وبتصنع كل حاجة، فرص عمل بالملايين، مشروعات جديدة كل يوم، الاستثمارات كلها بتهرب من اوروبا وبتروح لامريكا لانها الامن والاكثر استقرارا، بنمو اقتصادي وصل لحد 43%، وده معدل نمو اقتصادي مهول. حتى البورصة الامريكية بقت اقوى بورصة في العالم، مليانة استثمارات واسهم من كل انحاء العالم بيتم تداولها يوميا، والبنوك الامريكيه بقت هي الاكبر على مستوى العالم، لدرجه ان امريكا بقت تحط فلوس في بنوك اوروبا عشان تدعمها اقتصاديا. والحركه دي هي اخطر حركه عملتها امريكا، وهنعرف ليه بعد شويه. في اواخر سنه 1928 اوروبا كانت تعافت تماما، مصانعها رجعت تشتغل، الاوروبيين رجعوا لوظائفهم وشركاتهم واستثماراتهم، الصناعه والزراعه في اوروبا رجعوا احسن مما قبل الحرب. ولكن في مشكله صغيره، وهي ان المنتجات الاوروبيه بتواجه منافسة شرسة من المنتجات الامريكية اللي مغرقة اسواقهم. فالاوروبيين قرروا تماما ان هم يستغنوا عن اي منتج امريكي منافس، لان خلاص يعني ما بقاش ليها اي عازة. احنا كنا بنعتمد على امريكا في الفترة اللي احنا كنا مش قادرين نصنع ولا نزرع، ولكن دلوقتي احنا بنصنع ونزرع، فنعتمد على امريكا تاني ليه؟ ما ابن بلدي اولى. فكانت كل ما تيجي بضاعة امريكية لاي دولة اوروبية، البضاعة دي كان بيتم الكشف عليها، ولو لقيوا ان ليها بديل منافس في الدولة دي يبقى مش هتدخل. والله عايز تاخدها وتروح تشوف اي دولة اوروبية تاني براحتك، عايز تاخدها وتلف وترجع على امريكا تاني برضو براحتك، ولكنها مش هتدخل دولتنا. وطبعا التجار الامريكيين سمعوا الكلام ده وبقوا هيتجننوا، لانهم بدأوا يخسروا السوق الاوروبي اللي هو كان اكبر سوق في العالم ساعتها. ولكن مش هي دي المشكلة، يكش يولع السوق الاوروبي، المشكلة في البضاعة اللي احنا مش عارفين نصرفها. دول اوروبا بدأت واحدة واحدة تخلص من كل المنتجات الامريكية، فبقت كل المنتجات اللي تروح على اوروبا تلف وترجع تاني على امريكا. ومع الوقت المنتجات دي زادت جدا في الاسواق الامريكية ومش لاقية اللي يشتريها، وطبقا لسياسة العرض والطلب الحاجة اللي تكتر في السوق سعرها بيقل، فأسعار المنتجات الأمريكية انخفض جدا، وأصحاب المصانع والشركات اللي بيملكوا البضائع دي خسروا خسائر بالملايين، لأن هم بقوا يبيعوا بضاعتهم بخسارة. تخيل أنت شركة بتصنع قلم بيكلفها 10 دولار مضطرة إن هي تبيعه بخمسة دولار، مضطرة إن هي تبيعه بخسارة. ولكن خلينا نركن كل ده على جنب ونتكلم عن حاجة اسمها مؤشر داو جونز. مؤشر داو جونز هو مؤشر للشركات الصناعية الكبيرة في أمريكا، بحيث إن هو بياخد أكبر 30 شركة صناعية أمريكية ويقيم ادائهم الصناعي، وعلى حسب الاداء ده بيديهم نقط. والله لو ادائهم الصناعي كان كويس النقط دي بتزيد، ولو ادائهم الصناعي قليل النقط بتقل، وعدد النقط ملهاش حدود. يعني مثلا سنه 1929 مؤشر داو جونز سجل 381 نقطه، وفي سنه 2008 المؤشر ده سجل 12000 نقطه، وفي الوقت اللي انا بسجل فيه الفيديو ده المؤشر مسجل 31000 نقطه. هو كده مؤشر داو جونز، كل ما زادت صناعه الشركات الامريكيه تزيد النقط فيزيد المؤشر بس. ففي سنة 1929 عدد النقط زي ما قلنا كان 381، وده أعلى عدد نقط المؤشر جابه ساعتها، وده كان بيدل على إن الصناعة في أمريكا مزدهرة جدا. ولكنه في نفس السنة انخفض بمقدار 16 نقطة. فأنت تيجي تقول لي يعني 16 نقطة ده ولا حاجة؟ لا، خلي بالك 16 نقطة بمقاييس 1929 بتمثل 4%، وده انخفاض يقلق بشأن الصناعة الأمريكية، ويديك انطباع إن الشركات الأمريكية الكبيرة فيها بعض المشاكل وبعض الركود. وده فعلا اللي حصل عند بعض المستثمرين لما وصل لهم خبر
أخبار الانخفاض بدأ القلق ينتشر فيهم، لأن الشركات اللي هم مستثمرين فيها بتخسر، وده معناه إن أسعار الأسهم بتاعت الشركات دي واللي هم مشترينها بتنزل. فبدأوا كل المستثمرين يبيعوا أسهمهم في الشركات دي قبل ما تقل أكتر وأكتر وخسارتهم تزيد. وهنا تيجي الكارثة، لأن برضو طبقا لسياسة العرض والطلب كل ما الأسهم ما تلاقيش حد بيشتريها أسعارها برضو بتنخفض. وفي يوم الثلاث الموافق 29 أكتوبر 1929 البورصة الأمريكية تسجل 19 مليون عملية بيع أسهم، وده كان أعلى بخمس مرات من عملية الشراء فيما يعرف بالثلاثاء الأسود. ومن هنا يبدأ الكساد العظيم، بورصة وول ستريت بتنهار، الشركات اللي أسهمها مدرجة في البورصة بتخسر لأنها مش لاقية اللي يشتريها. وبالتالي لما محدش يشتري أسهم شركتك ده معناها إن التمويل لشركتك هيقل، لأن التمويل بيجي من بيع الأسهم. وعشان أصحاب الشركات والمصانع يخففوا من حدة الخسارة قرروا إن هم يقفلوا كم كبير من مصانعهم وشركاتهم ومحلاتهم التجارية اللي كانوا أصلا بنوها قبل كده علشان تسد احتياجات أوروبا المدمرة واللي خلاص ما بقتش محتاجة. الجدير بالذكر إن النمو الاقتصادي اللي كانت عليه أمريكا في الفترة ما بين 1921 و1928 خلى في حالة من الطمع عند الشعب الأمريكي، بحيث إن أنا كمواطن أمريكي أروح أخد قرض من البنك والقرض ده أشتري بيه أسهم في البورصة، ولما سعر السهم يرتفع أبيعه بمكسب وأسدد قرض البنك وأخد أنا المكسب. وكان في شركات سمسرة مفتوحة مخصوص للحركة اللي زي دي. وفي سنة 1929 بعد انهيار البورصة وانهيار أسعار الأسهم المقترضين بقوا مش قادرين يسددوا قروض البنوك، لأن الأسهم اللي اشتروها بالقروض دي اضطروا إن هم يبيعوها بخسارة، وبالتالي ما بقوش قادرين يوفوا القرض. والحركة دي مش بيعملها مستثمر واحد ولا اتنين، ده ملايين المستثمرين، واللي بسببها البنوك كانت بتعلن إفلاسها. وطبعا بنك ورا بنك بيعلن إفلاسه والشعب الأمريكي بيتفرج. فأنا كمواطن أمريكي إيه اللي يخليني أسيب فلوسي في بنك احتمال إن هو يفلس؟ لأنه لو فلس أنا هخسر كل فلوسي من غير أي ذنب. وده عمل ذعر ما بين الأمريكيين وخلاهم كلهم يجروا على كل البنوك اللي لسه ما حصلش فيها أزمات عشان يسحبوا منها كل فلوسهم قبل ما تفلس، والحركة دي كانت بتخلي البنك فعلا يفلس. فأنت علشان بتتابع الحلقات أول بأول هتيجي تسألني سؤال ذكي جدا، مش المفروض إن البنك المركزي الأمريكي اللي هو البنك الفيدرالي يتدخل ويوفر سيولة للمؤسسات المالية سواء بنوك أو غيره؟ هقول لك فعلا ده لازم يعمل الحركة دي، ولكن هل هو عمل الحركة دي ولا الهوى؟ طب ليه؟ لان البنك المركزي نفسه ما كانش عنده سيوله، هو طابع كم دولارات على حسب الذهب اللي عنده، وطالما ما عندوش ذهب زياده ما يقدرش يطبع دولارات زياده، ولو طبع دولارات من غير ما يكون في ذهب ده هيعمل تضخم هيؤدي لكوارث اكتر من الكساد. فخلاص خلي اللي يفلس يفلس بدل ما اطبع فلوس واعمل تضخم ودمر الاقتصاد الامريكي بالكامل. البنك المركزي الامريكي في الفتره ما بين 1921 و1927 كان مقلل جدا نسبه الفوائد على القروض، يعني لو انت هتحط وديعه في البنك فنسبه الفوائد اللي هتاخدها على الوديعة دي قليلة جدا. فأنا كمستثمر إيه اللي كبيرني أنا أحط فلوسي في بنوك هتجيب لي أرباح قليلة لما أنا ممكن أخدها وأروح أحطها في بنوك أوروبية بفوائد عالية ومكاسب أعلى؟ فالمستثمرين عملوا الحركة دي فعلا وسحبوا كل فلوسهم من بنوك أمريكا وراحوا حطوها في بنوك أوروبا علشان يستفيدوا من نسبة الفوائد الأعلى في البنوك الأوروبية. وخلي بالك إن إحنا بنتكلم على ما قبل اتفاقية بريتن وودز، يعني عملة التجارة العالمية ساعتها ما كانتش الدولار، ده كان الذهب. يعني لما أقول إن في مستثمر سحب فلوسه من بنك ده معناه إن هو سحب ذهب من البنك، ومع كم المستثمرين اللي سحبوا كل فلوسهم من بنوك امريكا احتياط الذهب بدا يقل جدا، وده خطر. قامت الحكومه الامريكيه في سنه 1928 قررت ان هي ترفع نسبه الفوائد. مش انتوا يا مستثمرين رحتوا اوروبا عشان بنوكها فيها فوائد اعلى؟ طب انا هعمل لكم فوائد اعلى في امريكا. اوروبا تسمع الكلام ده وتسكت؟ ابدا. ارفع لي يا ابني الفوائد في البنوك الاوروبيه. امريكا تسمع الكلام ده وتسكت؟ ابدا. ارفع لي تاني الفوائد في البنوك الامريكيه. وهكذا هما الاثنين قعدوا يعلوا على بعض، ده يزود الفايده فده يزود الفايده فده يزود الفايده، وكل ده طلع على دماغهم هما في الاخر. الفكره في رفع نسبه الفوائد هي التحكم في التضخم. انت لما بترفع نسبه الفايده في بنوكك فانت بتحفز الناس ان هما ما يصرفوش الفلوس دي ويروحوا يحطوها في البنك. طيب ايه علاقه التضخم بسعر الفايده؟ بص يا باشا، من خلال مجموعه من الدراسات اللي اتعملت على دول اقتصادها قوي علماء الاقتصاد اكتشفوا حاجه مهمه جدا، كل ما فوائد البنوك زادت المواطنين بيقللوا الصرف وبيزودوا ايداعاتهم في البنوك. يعني انا لو البنك اللي في بلدي زود نسبه الفوائد انا بكون ميال اكتر ان انا احط فلوسي في البنك عن اني اصرفها. طب ليه الكلام ده؟ لان الغالبيه العظمى من الناس بيصرفوا فلوسهم على مشاريع استثماريه بغرض الربح. فانت قدامك اختيارين، الاختيار الاول هو ان انت تستثمر وتفتح مشروع والمشروع ده ممكن يجيب لك نسبه ربح متوسطه 7%، ولكن المشروع ده فيه نسبه مخاطره لان بكل بساطه المشروع ممكن ما ينجحش فانت تفلس. الاختيار الثاني هو ان انت تحط فلوسك في بنك ولكن بفايده 2.5%، يعني الربح هيكون اقل من المشروع اللي فيه مخاطره، ولكن ال 2.5% ده نسبه ثابته. ده غير ان حط فلوسك في البنك
البنك ما فيهاش اي مخاطره، يعني مكسب على الهادي، الا طبعا لو البنك فلس وده نادرا ما بيحصل. فانت هتختار ايه من الاختيارين؟ تفتح مشروع وتخش في مخاطره عشان نسبه ربح اكتر، ولا تحط فلوسك في البنك وتكون مرتاح بدون مخاطره بنسبه ربح اقل؟ الدراسات بتقول ان الناس بتتقسم نصين، نص بيختار ان هو يفتح مشروع ونص بيختار ان هو يحط فلوسه في البنك. ولكن الدراسات دي اثبتت برضو ان لما الدوله تعلي فوائد البنك فنسبه الناس اللي بتلجأ ان هي تحط فلوسها في البنوك بتزيد، في حين ان الصرف على المشاريع بيقل. وهو ده بالظبط اللي امريكا عاوزاه، لان لما الصرف عموما بيقل سواء على مشاريع او غير مشاريع التضخم بيقل، وهو ده اللي هيحل الازمه في امريكا. ولكن وده اللي حصل فعلا، الناس كلها بطلت تشتري وبطلت تفتح مشاريع وبطلت تصرف فلوسها وخدتها كلها وحطتها في البنك، وبقت البضائع مش لاقيه اللي يشتريها، وهي اصلا مش لاقي حد يشتريها بسبب الكساد اللي هي كارثه فوق الكارثه. امريكا بعد ما كل مؤسساتها الماليه انهارت بفعل انهيار البورصه وافلاس البنوك، قررت ان هي تعمل خطوه جريئه جدا. فاكر في اول الحلقه خالص لما قلت لك ان امريكا حطت فلوس في بنوك اوروبيه علشان تدعم اقتصادها ايام يعني ما كان الاقتصاد الامريكي قوي والاقتصاد الاوروبي منهار؟ الفلوس دي كلها امريكا قررت تسحبها بالكامل علشان توديها للسوق الامريكي المحتاج. مش انتوا خلاص يا اوروبا ما بقيتوش محتاجين فلوسنا؟ خلاص احنا محتاجين فلوسنا. والسيوله اللي كانت متوفره في البنوك الاوروبيه تحولت كلها للبنوك الامريكيه. طيب هل امريكا تسكت على الحال ده؟ ابدا. خلينا متفقين ان اوروبا كانت سبب من الاسباب اللي ادت للكساد في امريكا، لان الموضوع كله بدا ان الدول الاوروبيه رفضت البضاعه الامريكيه، فعلشان امريكا ترد لها الحركه اللي عملتها معاها قررت ان هي تفرض جمارك على 20,000 منتج اوروبي، ومش اي جمارك، دي جمارك بتوصل ل 50%، وده رقم عالي جدا على تعريفه جمركيه. فانت كمنتج اوروبي قدامك اختيارين، اما ان انت تدخل بضاعتك للسوق الامريكي ولكن بسعر عالي جدا، او ما تدخلهاش. والصراحه في الحالتين المنتج الاوروبي خسران، اصل هو لو دخلها امريكا بسعر عالي جدا ما حدش هيشتريها وهتتركن، ونفس النظام لو ما دخلهاش امريكا لو رجعها لاوروبا تاني برضه ما حدش هيشتريها وهتتركن. مش هو ده اللي حصل مع امريكا؟ اهو حصل بالظبط مع اوروبا. خدت بالك من الثلاث حاجات اللي احنا لسه حاكينهم من شويه؟ رفع نسبه الفايده، سحب الفلوس الامريكيه من البنوك الاوروبيه، فرض تعريفات جمركيه على المنتجات الاوروبيه في امريكا. هم دول الثلاث اسباب الرئيسيه لنقل عدوى الكساد لاوروبا وللعالم كله. اصل خلينا افكرك ان احنا بنتكلم في زمن غالبيه دول العالم كانت تحت الاحتلال الاوروبي، سواء في افريقيا او في اسيا او في الامريكتين. يعني انت لما تتكلم عن اوروبا فانت بتتكلم عن العالم كله. غالبيه المصانع والشركات اتقفلت، الصناعه توقفت تماما، مؤشر داو جونز سجل انخفاض بقيمة 50%. يا نهار اسود، ده احنا كنا بنقول ان انخفاض بنسبة 4% عمل قلق بين الناس، ما بالك انخفاض 50%. والمصانع والشركات اللي اتقفلت دي كلها كانت مشغلة ما يقرب من 15 مليون مواطن امريكي، ربع الشعب الامريكي لقي نفسه بيعاني من البطالة، مع ملايين من الشعوب الغير امريكية حوالين العالم كله. اكتر من 2900 بنك ومؤسسة مالية اعلنوا افلاسهم بعد ما وصلت قيمة السحب من البنوك دي ل 1.7 مليار دولار. وخلي بالك ده بمقاييس سنة 1933. ملايين المودعين والمستثمرين خسروا فلوسهم اللي كانوا سايبينها في البنك بسبب ان البنك فلس، او بسبب البورصة اللي استثمروا في اسهمها وخسرت. ناس ملاش اي ذنب صحيت الصبح لقيت ان فلوسها راحت، حركة التجارة العالمية توقفت تماما، وفي نذير لمجاعات هتحصل في كل حتة في العالم. وعلى الرغم من كل المحاولات اليائسة الا ان الكساد العظيم فضل مسيطر على العالم لحد سنة 1939. بقيام الحرب العالمية الثانية رجعت امريكا لنفس الدور اللي كانت بتعمله اثناء الحرب العالميه الاولى. اوروبا بتحارب، مصانعها مدمره، انتاجها متوقف، زراعتها متوقفه، بس خلاص زي الفل، ده اللي احنا عاوزينه. المصانع اللي احنا قفلناها بسبب الكساد افتحها كلها، العمال اللي ما كانوش لاقيين شغل هاتهم لي كلهم وشغلهم لي في المصانع دي. لا وكمان هنفتح مصانع جديده ونشغل عماله جديده. ده حتى البضاعه الامريكيه اللي اوروبا في يوم من الايام رفضت ان هي تدخل بقت تترجى امريكا علشان تدخلها تاني. وزي ما قلنا كله بتمنه، مفيش حاجة ببلاش. عجلة الصناعة الأمريكية بعد توقف دام لمدة 10 سنين رجعت تدور من تاني، ولتاني مرة الحروب العالمية تخدم الاقتصاد الامريكي. ولكن هنا هيجي في بالك سؤال مهم، وهو ان اوروبا هتدفع فلوس لكل الحاجات اللي امريكا بتعملها لها دي منين؟ بالديون. الديون وما ادراك ما الديون. اوروبا هتتداين بالمليارات لامريكا، الديون اللي هتدي السلطه العليا لامريكا بعد الحرب، الديون اللي هتخلي اوروبا تقبل بكل شروط امريكا في اتفاقيه بريتن وودز، الاتفاقيه اللي هتعلن امريكا على قمه الاقتصاد العالمي بدون اي منازع. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال تكتبه لي تحت في التعليقات وهرد عليه ان شاء الله ونفتح مجال للنقاش. وما تنساش تعمل شير للفيديو ده لو عجبك، وشكرا.